يا رزاق تعال هنا صباح الخير يا امير الخمير يا حد حبيبي يا زفت اهلا وسهلا اتفضل يا سلام ده مش عرق سوس ده ويسكي سوس هنية الله يهنيك وتأكد ما دام انا فتحتك هتكبر بسرعة عارفك وشك نادي وزين اولت عشية خدت مني كوباية عرق سوس الله القدرة ما استحملتش 5 دقايق يا سلام بعت القدرة في 5 دقايق لا ما بعتش شيء القدرة وقعت اندشت وروحت البيت ايد ورا وايد قدام توب عليا يا رب من الشغل المتلج اللي قطع ما فوق الطيب خلاص يا عم ربنا حيتوب عليك من بيع العرق سوس كيف جات لك وظيفه جديده وظيفه فين في الماليه ولا في مصلحه السواحه لا جات لك وظيفه في الجيش الجيش ايوه الجيش المصري ايوه خد استنى استنى خد افتح هنا طبعك وفقعها في الورقه دي ايه ده ترك الوظيفه لا ده اعلان الفرق علشان الجهادية الجهادية؟ امال يعني الجهادية؟ يا ابوه يا فرحتك يا عقل قدم ولد كلكم تعالوا اللي قول لي وحياة والدك القصة حسين عبد الوهاب موجود؟ موجود يا فندم هو جوه في المطبخ هندهولك اقول لك سيبه يشوف شغله لا ده مش مين ده انا اهلا وسهلا اهلا انا رحت مطعم عمك فلقيت عمك لقيته ايه لقيته بيطبخ فتجرأت وطلعت لك علشان علشان ايه علشان ما تقول علشان ايه علشان شي حاجه يعني مش عاوز تقول ما هو بلاش ان جيتي للحق يا سميرة انا صحيح عاوز اقول كلمة طب ما تقول عاوز اقول ان ألذ طبق عمله ابوكي الله يرحم ابوكي هو انتي صحيح عمك طباخ بارع انما لما تتقتم رقبته لا يمكن هيعمل زيك انت مش طبق اليوم انت طبق العمر نفسي افتح واغمض ولاقي الطبق ده في بقي الكلام البايخ اللي بتقوله ده يا ترمس اعذريني يا سميرة اذا كنت لبخت معاكي في الكلام ومع ذلك مجنون ليلى قال لي ليلى كلام ألعن من كده 100 مرة الغرام وحش يا سمر الحب قتال يا سميرة مين انت بتتكلمي مع مين يا سميرة يا سميرة يا ماما يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم هو انت يا منير يا ترمس افندي يا شيخ روح اتملح ايوه لا مؤاخذه يا ست ام عقل ايه اللي جابك هنا يكفينا الشر يا صاحب الشيخ الحارم كنت جايب علم طلب يا ساتر يا رب حديد وبعيد ربنا يكفينا شر وشك العتر علم طلب لمين لجوزك القصه حكيم يا دهوتي يا خرابي قلت له البلد النحاس لا يجنطر على الاكل ما سمعش كلامي لازم حد تسمم لازم حد مات يا ستي ما فيش حد مات ولا حد تسمم انا جاي لك في حاجه تانيه حاجه تانيه تروح له على الشغل ولا تورينيش وشك حاضر طيب قبل ما اخرج اسمح تقبلي الهدية دي مني هديتك يا اخويا مقبولة هات هات تعرف انك لطيف قوي يا ترمس عارف عارف تسمحولي بقى اتفضل طيب وهي قاعدة ايه 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 كاي الله مش بقول لكم تسمحولي اتفضل قلتولي اتفضل فاتفضل انا بحسبك بتقولي تسمحيلي امشي مش تسمحيلي اقعد لا مؤاخذة يا ترمس ايوه اصل عمي بعت لنا من شوية انه جاي هو واحد ضيف كده طيب اقعدي بالعافية مع السلامة يا باي اتفضل الشاويش عطية دي فضلك يا طباخ الافراح بس من فوق اتفضل يزيد فضلك يا صاحبتين الفضل لله استريح استريح ايوه مرحبا يا صاحبتين اهلا اهلا بقى يا سيدي الامر وما فيه تشرب قهوه يا قهوتك المشروبه بقى يا سيدي الامر وما فيه اولع لك سيجاره
سيجارتك الوالعة. بقى يا سيد الامر وما فيه. يا اهلين وسهلين ومرحبتين يا شاويش عطية. يا اهلا وسهلا ومرحبا يا ست ام عطية. اتفضل ارتاح. ربنا يريحك. بقى الامر وما فيه، انا جايلكم النهارده بكلمتين. كلمتين اتنين فقط، والكلمتين دول هيجر وراهم كلمتين، والكلمتين التانيين. اتبحبح يا شاويش، خد راحتك يا شوش، اتكلم اتحدث انفرد. ربنا يكرمك. بقى انا جاي النهارده طالب منكم سميرة. احنا احسن لنا الشرف يا شاويش عطية، لكن ما تتكلمنا يا معاذ. ده احنا نزيد مقاول كرام يوم ما تتجوز حضرتك سميرة، لكن ما تتكلم انت يا حسين. انا من جهتي ما عنديش مانع ابدا، لكن ما تكلمي يا ام عبده. ده انا يوم المنى عندي يوم ما تناسبنا، لكن ايه بس يا اخوان؟ ايه اللي يخليكم تقولوا كلمة حلوة وبعدين تلكنوها داخل؟ لكوا اشتراطات؟ لكوا طلبات؟ اصل الموضوع ده ما نقدرش نقول لك فيه كلمة مظبوطة الا لما ناخد رأي سميرة. ايه الكلام اللي بتقوله ده التعصيب؟ هي كلمتها تمشي على كلامكم؟ دي بنت يتيمة الاب والام، واحنا حيلا عمها ومرات عمها. وما نقدرش نلزق لها عريس ما كنش على نفسها. افرض مثلا حضرتك جيت عندي في المطعم وطلبت مني واحد سبانخ، قمت انا جبت لك بدال قرنبيط، تاكل القرنبيط؟ لا ما اكلوش، ما انا معود اكل سبانخ، اكل سبانخ. خلاص يمكن هي نفسها تاكل سبانخ وحضرتك تطلع قرنبيط. على كل حال انا هخش اكلمها واخد رايها، وان شاء الله مش هتطلع قرنبيط. عن اذنك. اتفضل. يا رب شايج عليك النبي تخليني سبانخ. على فكره يا استاذ حسين افندم، انا كنت جاي معايا هديه صغيره علشان المحروسه بنت اخوك، اذا كنت تسمح وتتكرم وتاخدها توديها لها قبل ما تفتحوا لها سيره العبد لله ابقى ممنون خالص. بس كده؟ اتفضل. عن اذن. مع السلامه. مع السلامه. يا رب سبانخ، يا رب سبانخ. اسم الله على الهديه وعلى اللي جايب الهديه. عاشت مجايبك لحبايبك يا شاويش عطية. انا اقول العلبة دي فيها ملبس. وانا بقول فيها بس ملبس بسطة وريحتها مفحفحة اهو. خبر اسود ومنيل. ايه طلعت بسطة؟ بسطة ممثلة على دماغه، بسطة من عند باتا. ده انا جايب تورتة. تورتة؟ ايوه تورتة عايزة لها نص ناعم. اقصى عليك وعلى ذوقك يا قليل الذوق. يا عديم الاتيكيت. بتهزقنا؟ انت بتمسخرنا. يا جماعه استغفر الله العظيم ومسخركم ازاي؟ ده مقلب واتعمل فيا، انما انا عارف مين اللي عمل فيا المقلب. مين اللي عمل؟ الواد ترمي الصبي شيخ الحاره، هو اللي صاحب مجالك. انا هبشتك على دماغه. طول بالك يا ترمس عادل يا جليل الكرتين. اما لبستها لك في دماغك ما كنتش انا شفت شرطيه على سوق. انا يتعمل فيا النكت دي؟ طيب يا تيم، طيب يا مين هو انت يا راجع من لبن ام ابليس؟ ايه اللي جابك تاني؟ كان جاب لنا الفرده الثانيه. فرده ثانيه ايه يا اسطى حسين؟ انا جايب لك طلب. طلب؟ طلب ايه؟ طلب القرعه، عاوزينك في الفرد. قرعه؟ مش معقول، انت عارف انا عمري كام سنه؟ كام سنه يا ابني قول احترف. 21. ولما هم عايزيني في القرعه ما افتكرونيش ليه من زمان؟ اصلك صائد. صائد؟ صائد ايه ابتدائيه؟ لا يا اخي صائد في الايه؟ اصل اسمك مش متقيد في دفتر مواليد الحته. خد امضي اوعي. امضي قيس. انا عارف اصطبحت بوش مين النهارده؟ بوش مراتك. خد نهاركم سعيد. نهارك مهندس، نهارك مطيب. يا كده يا ساتر يا رب. السلام عليكم عم كامل. سلام يا سيدي ورحمة الله، أهلا وسهلا. ما تعرفش والنبي واحد اسمه زكي عباس أبو النواس؟ لا ما أعرفوش، هو ده بتسأل عليه ليه؟ يا أخي واحد مغلبنا بدور عليه بقالي يومين، مطلوب في الجهادية ومش عارفه ده مين. اسأل عليه الحاج إبراهيم العطار. آخ. السلام عليكم يا حاج ابراهيم. عليكم السلام يا غصان الكراكون. قول لي وحياتك، ما تعرفش واحد اسمه زكي عباس ابو النواس؟ ولا عمري سمعت على الاسم ده. اتعالي على مسار الطربيشي كده. متشكر قوي يا عم ابراهيم، ميرسي خالص. الله يخليك. ترمس دوس يا ده وطير. بتجري يا ترمس؟ طب اجري. اما اشوف هتجري لحد فين يا ترمس؟ انا حاسك وفايدك يا علوم، ما بتجري من مين يا ترمس؟ مفيش حاجه يا ماما، اصل كنت بدور على واحد من يومين مطلوب في الجهاديه ومش لاقيه ابدا. ما سالتش عليه حد؟ سألت كل الحارة مفيش فايدة ابدا ابدا ابدا. يو وده اسمه ايه يا ابني؟ يمكن اعرفه. زكي عباس ابو النواس. ايه زكي عباس ابو النواس؟ ايوه ياما انت تعرفيه؟ اعرفه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايوه بتصوتي ليه بس؟ بتعرف يبقى مين ابن السطرمة ده؟ انت. يا
يا شيخ خط انت حبيبي. انا بقى صبي شيخ الحاره اللي بيودي الناس القرعه، يروح بنفس القرعه